ونواصل في فقرة معلومة قانونية في زمن كورونا رفقة الأستاذ يوسف الفاسي الفهري محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد عضو مؤسس للجمعية المغربية لقانون الشغل. مرحبا أستاذ الفهري. شكرا أخت فوزية، تحية لك وتحية السيدات والسادة المستمعات والمستمعين الكرام. نعم مرحبا. إذن أستاذ الفاسي الفهري، موضوعنا اليوم تغريم سلطات عدم وضع الكمامات من قبل يعني الزبناء ومرتدي المطاعم والمقاهي، والسؤال هل هذا الإجراء قانوني ولماذا أستاذ الفهري؟ نشكرك على التساؤل ديالكم الأخت فوزية. الإطار القانوني أولا ديال هذا السؤال هو مرسوم القانون 2292 المتعلق بتفعيل حالة الطوارئ الصحية بالمملكة منذ 23 مارس الماضي، كذلك مرسوم القانون 22503 خاصة المادة 4 مقررة منه التي تنص على أن المبلغ ديال الغرامة الجزافية التصالحية لحد القانون المؤدى فورا أولا في أجل 24 ساعة هو 300 درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات. السؤال اللي كيطرح نفسه، هل ارتداء هذه الكمامة إلزامي وضروري عند تنقل المواطنين أم كذلك في الأماكن العمومية؟ حسب السلطات العمومية القانون يطبق كذلك على الفضاءات العمومية كيفما كان النوع ديالها كيفما شفنا، ومن بينها المطاعم والمقاهي. إذن كانت هناك واحد مراسلة ديال رئاسة النيابة العامة بتشديد ضرورة تطبيق القانون بوضع الكمامات، جات في هذه المراسلة جات في أواخر شهر غشت. الجواب على التساؤل ديالكم هو من واحد كيكون كيتواجد في واحد المقعة أو واحد المطعم يتحتم عليه ارتداء الكمامة، ولكن باش نكونوا عمليين، أثناء تناول واحد الوجبة أو احتساء واحد القهوة مثلا من غير المستصاغ تغريم المواطن يعني الزبون في هذه الوضعية، لكن كاين اللي يعني كنطيحوا في واحد الحالات اللي الإنسان كيجلس بساعات في القهوة يعني تحتسي القهوة ديالو ولكن يحتسيها ولكن تبقى بمده ساعات بدون ارتداء الكمامة. احنا ما تنهضروش على الساعة التي يكون الزبون كياكل ولا كيشرب فيها، احنا كنهضروا على الوقت الذي يستغرقه داخل المطعم. وعند وصول السلطات العمومية ومعاينة المخالفة يتم التغريم، وهذا ما وقع. إذا هناك عون السلطة هو بوصفه محلف والذي تكون عنده الصلاحية اتخاذ القرار بالتغريم من عدمه بطبيعة الحال دون الشطط في استعمال هذه السلطة. ونختم ونقول بأن الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم رسلت مؤخرا وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع وطالبة التدخل من أجل تعاقب ليونة مع مرتدي هذه الأماكن لأن لهم رغبة في الأكل والشرب وليس التهرب من القانون. إذن السؤال ديالكم خصنا نهزوه من الوسط، يعني الصرامة في تطبيق القانون من جهة والليونة مع هذا النوع من الأماكن التي يرتديها الزبناء. نعم قبل الختام أستاذ الفاسي الفهري، هل يمكن انتظار تنزيل مشروع قانون يعني كيوضح كيفية ارتداء واستعمال الكمامة وقد يتم تغريم من لا يضع هذه الكمامة بطريقة المطلوبة أو الطريقة الصحيحة؟ بعجالة نعم، من الأفضل تنزيل مشروع قانون بوضع طريقة بارتداء الكمامات وكيفية وضعها. حتى واحد ما كيعرف في الأخت فوزية كيفاش كنوضعوا الكمامة، كاين اللي كيوضعها في الأذن، كاين اللي كيوضعها على الذقن، كاين اللي كيعلقها في اليمنى أو اليسرى، كاين اللي كيهزها بحال شي كارت ناسيونال معاه في جيبو، يعني إذا سولوا شي واحد يقولوا ها هي. ويمكن أن ننتظر كذلك أن التغريم قد يلحق كذلك كيفما قلتي الأشخاص الذين لا يرتدون هذه الكمامات على الوجه المطلوب وبصفة سليمة. هذه وكنقولها دائما مسؤولية الجميع، وكل واحد من الموقف ديالو والموقع ديالو ملزم بحماية نفسه وحماية الآخرين، وهو ما فتئنا أن نذكر به كما قلت. إذن أخي المواطنين، اعتبر أن الغرامة التي تلقاها فيها نوع لشي مواطن اعتبر بأن هذه الغرامة فيها نوع من الحيف أو الشطط حسب الوضعية التي كان يوجد عليها، يمكنه الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة، علما أن هذا الأمر مكلف والمسطرة مطولة. إذا اللي كان نشد به هو أن الناس يحميوا أنفسهم في هذا الإطار هذا.
إذن شكرا لك أستاذ يوسف الفاسي الفهري، أذكر محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. شكرا على معلومة اليوم. نهاركم مبروك.